واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان اليوم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استقبال جموع المهنئين بعيد الاضحى المبارك. فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبه من الشيوخ وكبار المسؤولين والمهنئين الذين توافدوا على قصر الزهر، سائلين الله عز وجل ان يعيدها على سموهما بموفور الصحه والسعاده، وعلى شعب الامارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وتبادل سموهما التهاني بهذه المناسبة العظيمة من وجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار رجالات الدولة ورجال الأعمال ومدراء الهيئات والبنوك والمصارف ومدراء الجامعات في إمارة عجمان وعمداء الكليات والهيئة التدريسية ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية والمستثمرين وكبار الاقتصاديين وتجار العاملين في الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.